الحمد لله تم تجهيزها بالفعل 29 مقر ب250 لبنة، و امبارح انتهينا من وضع المحولات والأساس داخل المقرات وتسليم الصناديق. في تجاوز قدام مدرسة وزارة المدرسين في شارع التحرير بصف، كان في بعض المرشحين بيوزعوا ورق أمام اللجان منعناهم من قبل الجيش، وكان في بعض المرشحين برضو جايبين لابتوب واقفين أمام المدرسة، بعدناهم بالكامل على مسافة 100 متر. وفي مدرسة النهضة قدام شارع آخر الملكة مع كفة هرمز، كان طبعا جميع المرشحين متجاوزين اليفط على المدرسة طبعا امبارح سهرنا عليها لحد الفجر ونزعنا جميع اليفط وجميع المرسقات اللي موجودة على المدرسة ومحيط المدرسة في مسافة حوالي 100 متر. لكن لو في أي مشكلة احنا بنبلغ بيها غرفة العمليات، وغرفة العمليات بتبلغها للجنة العليا. زي النهاردة كان في 2 قضاة متأخرين وبلغنا اللجنة العليا، وفورا تم استدعائهم واستكمال اللجان على طول مباشرة، عملها حوالي الساعة 9 ونص. سيرة كويسة، واحنا حاطين منسق عندنا ويتابع اللجان على كل مدرسة. احنا عندنا 29 مقر، على كل مقر موجود مشرف لتغطية أي أحداث وأي حاجة احنا نبلغ بيها فورا في غرفة عدالة المحافظة. بنزيل المتجاوز اللي موجود على مصالح حكومية، اللي موجود على مدارس، اللي بتجاوز هذلك احنا بنشيله، لكن الدعاية الموجودة في الشارع المرخصة هنزلها بعد الإعادة.